ولد الذي لولاهما ذكرت قبا أبدا ولا كان المحصب يقصد يا عاشقين تولّه في حسنه فبحبه من نار مالك تنقذوا يا مولد المختار كم لك من ثنا ومدائح تعلو وذكر موجد يا ليلة المولد الزهراء كم شرفا حويت بالمصطفى المختار من مضري يا ليلة ما تجارى في فضائلها لأنها في الليالي غرة القمر يا ليلة ما لها في الدهر ثانية لأن جوهرها فرد لذي النظر يا ليلة من سناها قد حوت شرفا بالمصطفى سيد الأملاك والبشر إن كان موسى سقى الأسباط من حجر فإن في الكف معنى ليس في الحجر إن كان عيسى برى الأعمى بدعوته فكم براحته قد رد من بصري صلى عليك إله العرش ما صدحت ورق الحمام وهبت نسمة السحر قالت آمنة بنت وهب فلما وضعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته رافعا رأسه إلى السماء مشيرا بأصبعه فاحتمله جبريل وطارت به الملائكة وإذا مناد ينادي طوفوا به مشارق الأرض ومغاربها وأعرضوه على موارد الأنبياء وأعطوه صفوة آدم ومعرفة شيث ورقة نوح وخلة إبراهيم ورضا إسحاق وفصاحة إسماعيل وحكمة لقمان وصبر أيوب ونغمة داود وقوة موسى وزهد عيسى وفهم سليمان وطب دانيال ووقار إلياس وعصمة يحيى وقبول زكريا واغمسوه في أخلاق النبيين كلهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم فهو حبيب رب العالمين فطوبى لحجر ضمه وطوبى لثدي أرضعه وطوبى لبيوت سكنها صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم والملخص من حديث الرضاع الفرد أن القحط لما عم بني سعد فصار حظهم بمزيد القحط ناقصا وضرعهم بمزيد الجدب قالصا وجليلهم حقيرا وغنيهم فقيرا فارتحل بعضهم إلى مكة لبضاعة الرضاعة ومعهم حليمة مع زوجها الحارث بن رفاعة وكانت على أتان مقصرة من الجهد مرة ومعها شاة ما قبض من الحليب بقطرة وصبي لها من حليب أمه عديم وهو رضيع ولكنه من العدم فطيم لا يجدان شيئا لغذائه ولا ينامان الليل لبكائه فلما تفرقوا في مكة حين دخلوا إليها لم تبق امرأة إلا وعرض صلى الله عليه وسلم عليها لكن لعدم سعدها تأبى إذا قيل لها توفى الله أباه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد
صلى الله عليه وسلم. ولما عرض على حليمة بهرتها أنوار عظيمة، وشغلتها طلعته البارعة في الجمال، وملكها حسنه المطلق في الحال. لكن لما ذكر لها يتمه، خطر لها ما تصنع لنا أمه، فأعرضت عنه ونفرت وتولت، وإليه نظرت فانصرفت عنه محيرة، وفي الأخذ وعدمه مفكرة، ثم دارت على غيره فلم ترى من تضمه إليها، فقوي أسعد الخاطرين عليها. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وفاجأها الخاطر الأسعد أن تملى لجمال الحبيب أحمد، فشاورت زوجها أن تأخذه أو تكون ممن تتركه، فأشار بأخذه وقال عسى أن تكون فيه بركة، فأخذته فسعدت بأخذه، ثم لم تسمح بعد ذلك برده، ثم إنها عادت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وخاطرها قد سكن، وأقبل عليه ثدياها بما شاء الله من اللبن، وشرب من اللبن حتى تركه من الشبع، فأدارته إلى ثديها الأيسر فامتنع، إلهاما من الله تعالى وتحريكا، كأنه قد علم أن له في ذلك شريكا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حليمة ما كان عندها حليب صدرة لما أخذت الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام، صار عندها حليب كثير، فشربته من اليمين شرب، قدرته الأيسر ما شرب لأنه في معه أخ بالرضاعة، الله ألهمه أن يترك هذا لأخيه بالرضاعة، هذا معنى الكلام. فأدارته إلى ثديها الأيسر فامتنع، إلهاما من الله تعالى وتحريكا، كأنه قد علم أن له في ذلك شريكا، فظهر منه حينئذ الإنصاف والفضل، لأنه صلى الله عليه وسلم جبل على الإحسان والعدل، فكأن الأيمن يكفيه والسدي الأيسر لأخيه، ففي أول ليلة من أخذ البشير النذير قام زوج حليمة إلى الشاة، فإذا بها لبن كثير، فحلب منها ما كفاهما شرابا، وبرد من جوعهما التهابا. وفي تلك الليلة حصل لأخيه من الرضاع ما يكفيه، فقرت بنومه عين أمه وأبيه، فناما أهنأ نوم، وحصل لها ما لم يحصل للقوم من الخيرات التي أصبحت فيها حليمة غير مشاركة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها زوجها إني لأرجو أنك قد أخذت نسمة مباركة. فلما وصلت به إلى المنازل حليمة فتح الله عليها خيرات جسيمة، فتقدمت أتانها على الدواب حتى ما يلحقها بهيمة، وحين قدموا أرض بني سعد اهتزت وربت وأخصبت بعد أن أجدبت، وكثرت مواشي حليمة ونمت، وارتفع قدرها وسمت،
ولم تزل ببركته صلى الله عليه وسلم تغرف الخير والسعادة، كما قيل فيها شعر: لقد بلغت بالهاشمي حليمة مقاما عليا في ذرى العز والمجد، وزادت مواشيها وأخصب ربعها، وقد عم هذا السعد كل بني سعدي. فصار صلى الله عليه وسلم يخرج هو وأخوه إلى المرعى، وعناية الله إياه ترعى، إذ جاءه في بعض الأيام جبريل ومعه ميكائيل، فأضجعاه وشقى بطنه الكريم كما ورد، وغسلاه بماء زمزم والثلج والبرد، وخاطاه بإذن ذي الإكرام والجلال، وختما على ظهره بخاتم النبوة في الحال. فخاف أخوه عليه فأتى إلى أمه وقد سقط في يديها، وأخبرها بخبر الرسول والملائكة، فخافت عليه حليمة بعد ذلك وأعادته إلى أمه وسلمته إليها، وقصت ما جرى عليه وعليها، فقالت: ما على ابني من بأس، فإن الله يحفظه من الجن والإنس. فلما ردته حليمة إلى الوطن جهزتها أمه بجهاز حسن، وانصرفت بجفن من الفراق قريح، وقلب من الاشتياق جريح، وخاطرها بالحبيب مشغول. وفارقته حليمة وأحشاؤها بسيف الشوق كليمة، وأقام بين قومه وأهله، وكل وقت يزيد الله في فضله، وظهر له من الكرامات ما لا يحصى، ومن المحاسن ما لا يحصر استقصى. ثم ماتت أمه صلى الله عليه وسلم آمنة، وعمره صلى الله عليه وسلم 5 سنين، وقد قاربت 20 سنة. قيل: كان رجل بالبصرة يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم في كل سنة، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقالت زوجته: ما بال جارنا المسلم يذهب في كل سنة في مثل هذا الشهر مالا كثيرا؟ فقال لها: يزعم أن نبيه ولد فيه. فلما نامت تلك الليلة رأت رجلا عليه جلالة ووقار وهيبة وأنوار، وهو بين الصحابة يتبختر كأنه القمر، فقالت لأحدهم: من هذا الكثير الأنوار؟ قال: هذا النبي العربي المختار. قالت: أيكلمني إذا كلمته؟ قالوا لها: إنه ليس بمتكبر ولا متجبر. فقالت اليهودية: يا محمد صلى الله عليه وسلم. فأجابها بعذوبة وبقول لين، فقالت: تقول مثلي هذا القول وأنا على غير دينك؟ فقال لها: ما قلت لك ذاك إلا وقد علمت أن الله قد كتب لك أن تهتدي. فقالت: إنك لنبي كريم، وإنك لعلى خلق عظيم، امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. إيه الصلاة والسلام. ثم نزلت في نفسها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه فرحا بإسلامها، وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظت من منامها رأت زوجها قد هيأ الوليمة وهو في همة عظيمة، فقالت: أراك في همة صالحة. فقال: من أجل الذي أسلمت على سببه البارحة.
فقال: من أجل الذي أسلمت على سببه البارحة. قالت: من كشف لك عن هذا السر وأطلعك عليه؟ قال: الذي أسلمت بعدك البارحة على سببه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وأشهد لسان الحال لا إله إلا الله، إن صح منك الرضا يا من هو الطلب، فلا أبالي بكل الناس إن غضبوا، وإن تبدى محياك الجميل فدع كل الخلائق عن عيني يحتجبوا، فاصدي رضاك من الدنيا بأجمعها يا من إليه جميع الحسن ينتسب. كيف التصبر والسلوان عن قمر موافقي في هواه العجم والعرب. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي جاء بالحق المبين، من أرسله الله رحمة للعالمين وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم، فأفض علينا ببركته خلع القبول والتكريم، آمين، وأسكننا بجواره في جنات النعيم، آمين، واسقنا من حوضه يوم العطش الأكبر، آمين، والهول العظيم، آمين، ومتعنا في الآخرة بالنظر إلى وجهك ذاتك الكريم، آمين. نسألك إلهنا أن تكفر عنا الذنوب والأوزار، آمين، وتحرسنا من سيء المخاوف والأخطار، آمين، وتقبل منا ما قدمناه من صالح الأعمال في السر والإجهار، آمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، آمين، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، آمين. وهب مسيئنا لمحسننا، آمين، ومقصرنا لعاملنا، آمين. ولا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا، آمين. اللهم اجز من اجتمعنا بسببه مزيد برك وإحسانك، آمين. واجمع له بين خيري الدنيا والآخرة، آمين. اللهم لك الحمد على كل حال، آمين. يا الله يا رحمن يا رحيم، الله. اللهم كما جمعتنا يا أرحم الراحمين، يا الله، للصلاة على نبيك ولتعظيمه يا من عظمته يا أرحم الراحمين، يا الله. اللهم زده شرفا وتعظيما، آمين، يا أرحم الراحمين، آمين. اللهم واجعلنا يا أرحم الراحمين، آمين، على سنته يا الله، حتى نلقاك يا مولانا وسيدنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك العفو والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، آمين. اللهم أنزل علينا وعلى أهل هذا البيت من بركات السماء برحمتك، آمين. اللهم واجمعنا دائما على ذكرك يا الله، وتعظيمك وتقديسك وتمجيدك، آمين. والصلاة على نبيك صلى الله عليه وسلم، من صليت عليه وأمرتنا بالصلاة عليه، صلى الله عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تفرج عنا كرباتنا، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج عن أهل المسجد الأقصى من المؤمنين والموحدين يا رحمن يا رحيم، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها عن إخواننا في الشيشان، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج فيها عن إخواننا في أفغانستان، اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفرج بها عن المؤمنين في سائر البلدان، آمين. برحمتك يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض، اللهم أنت وفقتنا يا أرحم الراحمين، وأنت أطلقت ألسنتنا بذكرك يا الله في هذه الليلة، اللهم فأرنا رسولك المعظم في منامنا يا أرحم الراحمين، واجعله قدوة لنا يا أرحم الراحمين، ما حيينا يا أرحم الراحمين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ من سخطك والنار، إلهنا وسيدنا وبارئنا يا الله يا رحمن يا رحيم، احفظنا من الفسوق والعصيان، واحفظ أولادنا يا الله من الزنا والخمر يا الله، ومن الحشيشة يا أرحم الراحمين والمخدرات، اللهم احفظنا واحفظهم في هذه البلاد من الأشرار يا الله، اللهم إن الشياطين يأتمرون علينا ليفسدوا أولادنا
دمتهم خائبين يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله، وانصرنا عليهم بنصرك يا رحمن يا رحيم. اللهم يا من جعلت إبليس منكوسا بولادة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل له علينا سلطانا يا أرحم الراحمين، وانصرنا عليه. اللهم اجعله يفر منا بقدرته يا رحمن يا رحيم. اللهم أيدنا بمدد من عندك يا الله يا الله. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم واجعلنا من أهل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سلم الفاتح.